احنا واقفين عنده، دي اهم نقطة. لما هبدأ من عند الرقم اللي انا عنده، تاني خطوة عندي ان الحركة هتبقى على ايدي اليمين. يعني ايه على ايدي اليمين؟ يعني اول ما بنسمع كلمة شيفت بنتحرك كلنا ناحية ايدينا اليمين. يعني انت بالنسبه لك ايه اللي هياكد لك انك صح؟ لان انتوا بتبقوا متلخبطين وبتبقوا متوترين جدا في الامتحان. اللي هياكد لي ان انا لو كنت انا عند رقم مثلا 9 وسمعت الشيفت واتحركت على ايدي اليمين، يبقى انا رايح كده على رقم 10. انا بمشي سيريال من 9 ل 10 ل 11 ل 12، ما رجعش بظهري ابدا. يعني ما كنتش واقف مثلا عند 3 وابص الاقيني بعمل الشيفت ولقيتني عند 2، ده يبقى غلط. يعني احنا هنبدا، اللي هيبدا من عند 17 هيبقى كده 17 18 19 20، يرجع تاني على 1 2 وهكذا. دي مهمة قوي، دي النقطة دي مهمة جدا ولازم كلكم تبقوا عارفينها. طبعا احنا بنحط اسهم على البنشات وبنعمل كل حاجة، بس اول ما بتسمعوا الشفت بنلاقي ناس دخلت في بعضها والدنيا اتلخبطت. فرجاء خاص تتأكدوا من النقطة دي، تبقوا ماشيين مع العينة، رقم العينة اللي قدامك يبقى ماشي مع الرقم اللي انت بتكتب قدامه، دي اهم حاجة. بعد كده هو بقى واحنا بنكتب، احنا مش مطلوب مننا غير اسم الشريحة بس، واذا كان السبيشالستين. طبعا انا وصلتني اخبار ان انتوا الدكتور احمد طبعا غير لكم النظام وخلى فيه 10 سلايدز و10 فروت، وقال لكم نكتبوا التيشو واسم الصبغة. احنا كنا متعودين ان احنا بنكتب بس كنا بنكتب بس اسم الشريحة، ولو في سبيشالستين على اساس ان الاتش اند اي دي روتين داي، لما كناش بنكتبها. طبعا احنا علشان نخرج بره الموضوع ده، مش هيكلفني كتير ان انا ابص على الشريحة واكتب قدامها اتش اند اي، بالعكس ده افضل لي على اساس ان انا هبقى حافظ ان دي اتش اند اي. فاول ما هوصل على عينه تانية مصبوغه بسبيشالستين، يبقى انا كده كده بكتب السبيشالستين، مش هنسى ابدا ان انا اكتب السبيشالستين. لان احنا لو نسينا نكتب السبيشالستين نص درجه طارت، يعني الشريحه لو عليها درجتين هاخد درجه واحده بس. فيعني كتابتي للاتش اند اي هتاكد لي ان انا كده كده ماشيه بكتب الستين، فبالتالي هوصل على مش هخسر درجه اللي هي الايه السبيشال ستين. طبعا في ناس قالوا ان دكتور احمد قال ان لازم نكتب التيشو اللي جايه منه الشريحه. بصراحه انا يعني الجماعه ما قالوليش كده، يعني قالوا ان هم دخلوا الدكتور احمد قال لهم لا احنا بنكتب بس السلايدز، واذا كان في سبيشال ستينز او اللي ما تفرقش، يعني ماشيين عادي. وان كان هو التيشو لما مش صعب، يعني انا ببص على حاجه في انا جاست ان انا هكتب ده تبع الماسكولار تيشو، ده تبع النيرفس تيشو، ده تبع الليمفويد تيشو لو حاجه من الاربعه بتوع الليمفاتيك، فالموضوع مش صعب يعني مش ازمه. طبعا احنا بنبص على السلايد، طبعا دي عشان نبقى عارفين ان احنا دي محاضره للفاينل سلايد، يعني احنا خلاص احنا بنراجع علشان خاطر ندخل الامتحان، فمش هنقعد بقى نقول شكلها عامل ازاي، لا ده انا عايزه في خلال نظره واحده على السلايد اكون انا عارفاها، مجرد جاست وان لوك ابقى عارفاها. طبعا انتوا من يعني بالنسبه لكم انتوا الموضوع سهل جدا جدا، لان احنا بالنسبه لسنه اولى ده جنرال، فمعظم السلايدز بتكون متاخده من حاجات ليها شكل محدد، يعني بيفرض نفسه على السلايد من بره. فطبعا من الضروري ان انا اعرف شكلها بالنكت اي اكزامينيشن، وان كان نوت الاود ان انا اشيل الشريحه من تحت الميكروسكوب كده علشان اشوفها واطلعها في النور خلاص، لكن ممكن ان انا اخدها على جنب كده احركها على الجنب، ابص يا دوب جاست وان لوك اشوف شكل السكشن ده ايه على السلايد. طبعا احنا بنقسم الشرايح لحاجتين كبار، هاي باور ولو باور. من اول ما هتدخل من باب المعمل وانت هتبقى عارف فين الشريحه الهاي باور، لان انت وانت داخل هيتقال لك اول ما تدخل بيبقى فيه كده زي دقيقتين بنقول التعليمات اللي احنا قلناها دي في الاول، نكتب السبيشالستين الحركه على ايدينا اليمين كل دي بيتقالها، وبيتقال لك خلي بالك رقم 1 دي هاي باور او رقم 20 دي هاي باور، غالبا بيبقى رقم 1 او رقم 20، وفي دكتور بيبقى واقف جنب الشريحه علشان لو حصل لها اتلخبطت يظبطها بسرعه ويعرفك كمان مكانها. فبالتالي انا الهاي باور دي مش عايز حد ان هو يخسر الدرجه دي، لان الهاي باور دول 3 شرايح ما لهمش رابع، فبالتالي انا وانا داخل على الهاي باور مسستم نفسي ان في دماغي 3 شرايح
مش اكتر من كده. معرفش بقى مع نظام يعني، احنا كان دايما السنين اللي فاتت لازم بتبقى في شريحه من ال 15 هاي باور، مع وجود انهم 10 شرايح بس، فاحتمال يبقى هينزل هاي باور ما ينزلهوش. عموما انت مش هتف مش هت مش ده مش هي مش هيضرك في حاجه، لان انت كده كده لو في هاي باور هتعرف، لو ما فيش هاي باور اسال هو في هاي باور، هنقول لك ما فيش هاي باور، فكده كده ما فيش مشكله. نيجي بقى لعرض السلايد. طبعا زي ما اتفقنا ده فاينل يير براكتيكال هيستولوجي ريفيجن فور فاينل اكزام. طبعا ده غير خالص ان احنا بنشرح سلايد سلايد ونبص تحت الميكروسكوب نشوفها ايه، احنا بنحاول نجمع السلايد كلها، بنحاول نعرف ونفرق بينهم ونعمل ديفرنشال دايجنوزيس بين السلايدز عشان ما تلخبطش ونشوف ايه اللي شبه بعضه. يعني الفاينل ريفيجن دي غير طبعا بتبقى نظامها غير خالص اللي هو الشرح العادي اللي انتم متعودين عليه في السكشن، وان احنا نقول ونبص تحت الميكروسكوب ونشوف شكلها عامل ازاي. انا هنا في الفاينل ريفيجن انا عايز اشوف حاجتين، شكلها يديني يا دوب جاست يعني احطها في دماغي بس هي تبع ايه، يعني كده انا شفتها. تاني حاجه مجرد ما انا بس تبع ايه، فانا خلاص حطيت في دماغي اتنين تلاته كده، يبقى جاست وان لوك ابص ابقى عارف انا ببص على ايه، بدور على حاجه علشان تكون فيرم تكون فيرم. مفيش وقت، فبالتالي مفيش وقت، يبقى انا لازم اعرف شكلها من بره ايه، وبعدين اتاكد بحاجه واحده بس ابص عليها ابقى بدور عليها، وانا شفتها يبقى انا كده خلاص ساتسفايد، هكتب العينه بتاعتي ايه. طبعا زي ما اتفقنا طبعا انا بشكر كل العرض دوت، كل الصور اللي فيه متاخده منكم انتوا ومن تصويركم بالموبايل، والصور السلايد اللي جابت بعت لي على الصفحه بتاعتنا، يعني كله انتوا اللي الشكر ليكم. يعني طبعا انا زي ما اتفقنا اهوت الفيرست يير سلايد بتبقى عباره عن ثلاث اجزاء، عندي في شرايح هاي باور، في شرايح لو باور، وفي شرايح في بيكتشرز اي ام. طبعا انا داخل هلاقي السلايد اللي هي الهاي باور دي هيتقال لك مكانها فين، وهيبقى في واقف دكتور جنبها. اللو باور دي انت هتبص تلاقي الميكروسكوب اللي قدامك منور وعليه شريحه، بتتحكم انت تحركها زي ما انت عايز، يمين شمال تبص فيها زي ما انت عايز، محدش ليه اي سلطه عليك، بس ما تشيلهاش من تحت الميكروسكوب وتطلعها بره. هنلحق نشوف طبعا، هنلحق نشوف من بره وهنظبطها تحت الميكروسكوب، وان شاء الله الوقت هيبقى كفايه. شرايحكم بتاعت سنه اولى في منتهى السهوله، مش محتاجه اي حاجه، انت يعني انتوا مجرد جاست وان لوك من بره هتعرفوها، فانا مش عايزه قلق، يعني انا مش عايزه قلق، انا بقول هنعرفها من بره بس تكون فيرم من جوه. يعني احنا انا ببص من جوه عشان يعني ابقى على يقين ان السلايدز بتاعتي دي ما فيهاش غلطه. نيجي بقى على الاي ام بيكتشرز، دي بتبقى سيادتك الرقم مكتوب قدامك وبعد كده في صوره، الرقم مكتوب وبعدين في صوره، في صوره جنب جنب الرقم، يعني لا في ميكروسكوب ولا في حاجه منوره ولا اي حاجه خالص، جاست ورقه كده انت بتشوفها وتكتب دي ايه. هنبدا نشوف بقى الهاي باور. اتفقنا ان الهاي باور دول ثلاث شرايح بس، انا داخله عارفه فين الميكروسكوب الهاي باور، ثلاث شرايح بس ما لهمش رابع، الثلاثه مختلفين تماما عن بعض، ما فيش واحده شبه الثانيه، يبقى بالتالي صعب جدا ان انا اضيع درجه واحده عارفه ان هي هاي باور. اول واحده في الهاي باور قد تكون شكل ابص عليها كده الاقي، ابص على السلايد كده من بره، طبعا احنا الهاي باور دونت تاتش، يو نوت الاود تو تاتش ذا سلايد ابدا خالص، يعني حتى دايما نقول للطلبه ايديكوا ورا ظهركوا، وانا بشوف هاي باور ايدي ورا ظهري لان هي بتبقى مظبوطه على حاجه معينه، وكمان يعني ممكن على فكره هزه البنش نفسه يغير الحركه، احنا بنبقى واخدين احتياطاتنا ومظبطينها كويس، بس برضو الاحتياط واجب، فانت بالتالي نوت الاوت انك انت تمسكها فبتبص. والله لو لقيت المنظر اللي عندي كده شبه بالظبط البصلايه زي ما اكون جايبه البصله، طيب كده 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 الصوت واضح يا شباب؟ ها واضح ولا لسه برضه في انا بحاول اعلي في الصوت والله على قد ما اقدر. طيب كده انا عندي اتفقنا ان هو لو الشكل اللي تحت الميكروسكوب فيه اتاخد كاني بالظبط جايبه البصلايه قطعتها بالعرض وبصت فيها، عباره عن دواير 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 ورا بعضها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده يا شباب، شايفين؟
وشايفين النيوكلياي فلاتنت النيوكلياي حواليها داير ما يدور، عباره عن دواير 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 ورا بعض بالمنظر ده، يبقى دي سباسينيال. طبعا دي صوره متصوره، دي صوره متصوره من الشريحه. هنشوف الشريحه نفسها تحت الميكروسكوب، هنشوف الشريحه نفسها تحت الميكروسكوب، هنبص نلاقيها عباره عن زي ما احنا اتفقنا، زي الصوره بالظبط اللي كانت اللي فاتت، عباره عن دواير داير ما يدور كده. شايفين يا شباب شكلها مختلف تماما. انا عايزه نركز عشان بعد ما نخلص الثلاثه هنبدا نسال نفسنا، مفيش واحده شبه الثانيه خالص دي كده على طول. ايه اللي نكتبه؟ انا شفت العينه دي كده، خلاص انا ساتسفايد انها باسينيال، قدامي اتاكد ان الرقم اللي بكتب بيه هو نفس الرقم اللي قدام الكارت، اقوم كاتبه كاتبه باسينيال كورباسل هاي باور، بس مش مطلوب اكتر من كده. للاطمئنان اكتب جنبها اتش اند اي، يبقى انا بعرفه ان الصبغه بتاعتي دي روتين ستين. بعد كده اهوت عندي تاني حاجه. طيب انا لو دخلت بصيت عليها كده لقيت لا مفيش شكل البصله خالص خالص، لا ده انا داخله لقيت في دايره، شايفين الدايره دي؟ والدايره دي زي ما تكون محاطه بكبسول، هي فعلا كبسولر يعني ليها كبسول. اتاكد اكتر، ده في سبيس، في سبيس لونه ابيض جوه، شايفين السبيس ده وشويه النقط اللي حمراء دي. المهم شفت الكبسول وشفت السبيس الابيض، يبقى دي على طول ما فيش غير ان هي ماسل سبندل، ما عنديش كده، ما عنديش غير ان الماسل سبندل هي اللي جوه الكبسول. للتاكيد انا شايف جنبها ايه؟ انا شايفه جنبها ماسل متقطعه تي اس. عرفت ازاي انها ماسل ومتقطعه تي اس؟ سكليتال ماسل، سكليتال ماسل بشكل النيوكلياي، شايفين النيوكلياي؟ النيوكلياي دي فلاتند نيوكلياي، عمرها ما تكون دايره، دي فلات فلات نيوكلياي. الفلاتند نيوكلياي دي بتقول لي ودايما بريفرال، يعني عمري ما الاقيها في النص، دي على البريفري. فبالتالي يبقى المتقطعه ايه اللي في وسط التي اس سكليتال ماسل، وشكلها حتى كبير اهي لان التكبير بتاعي كبير، دي على طول ماسل سبندل. طيب ببص على السلايد، جيت ابص على السلايد، اه طبعا دي شكل الماسل سبندل تحت الميكروسكوب، فعلا بتبقى في كبسول اهي، الفراغ الابيض واضح خالص اهو، تمام كده. حواليها في تي اس سكليتال ماسل ليها فلاتند نيوكلياي وشايفاها واضحه جدا ومتقطعه اهي، وعمري ما الاقي في النص، النص بتاعها ما فيهوش نيوكلياي. بريفرال فلاتند نيوكلياي ايكوال سكليتال ماسل، بريفرال فلاتند نيوكلياي ايكوال سكليتال ماسل. عندي كمان منظر تاني، اللون يمكن الصبغه مختلفه يعني اللون بتاعها مختلف شويه، بس برضو اتش اند اي، تمام. ادي السكليتال، ادي في النص المصل سبندل، قلنا فراغ ابيض وحواليه متحوط بكبسول، وبره في تي اس سكليتال ماسل، اظن شكلها واضح جدا وما فيهاش اي لخبطه. اجي بعد كده، طيب دخلت ببص تحت الميكروسكوب لقيت عندي في خلفيه، الخلفيه دي كلها عباره عن دواير، كلها عباره عن دواير، واحنا قلنا قبل كده قد تكون حمراء وقد تكون زرقاء على حسب الستين، على حسب الستين. المفروض انا عندي دي اول حاجه هي هتقابلنا بسبيشال ستين اللي هي ليشمان ستين، اتفقنا؟ طبعا لظروف ما يعني انتوا يعني براكوا خالص، ساعات احنا بنتزنق ما فيش ليشمان فبنضطر يعني نتحايل على الموضوع، علشان كده حتى شكل السلايد هتلاقوا الالوان بتاعتها مختلفه. ايا كان اللون انا ماليش دعوه بيه، المهم انا عندي الخلفيه فيها دواير كتير كتير كتير، ابص عليهم ودقق قوي هلاقي واحده فيهم. طبعا هي الصوره دي فيها اتنين، غالبا احنا بنظبط على واحده تحت الميكروسكوب، ابص على واحده فيهم هلاقي باين جدا ان جواها نيوكلياي لونها ازرق، ادقق قوي في النيوكلياي وابدا اشوف النيوكلياي دي متفصصه ولا واحده ولا شكلها عامل ازاي. لو لقيتها متفصصه واكتر من واحده، اكتر من واحده، لو عديت كده ثلاثه فيما فوق اتنين فما فوق، يبقى دي على طول نيوتروفيل، على طول نيوتروفيل. طيب نفس الشكل، انا عندي دواير، الخلفيه بتاعتي عباره عن دواير حمراء كتير خالص اهو، دواير حمراء كتير خالص، دققت كويس لقيت في واحده اكبر منهم فيها نيوكلياي زرقاء، دققت فيها لقيت النيوكلياي دي عباره عن فصين اتنين بس شبه النضاره اهي.
طبعا يعني المفروض ان السيتوبلازم بتاعها بيكون جرانيولار، في الجرانيولز بتبقى واضحه جدا، بس طبعا في الامتحان ممكن ما اشوفش كده. وعشان كده عشان اللخبطه الجامده دي احنا دايما بنحاول نظبط الايزينوفيل. ما هو الايزينوفيل هتلخبطني بنيوتروفيل لو كانت النيوتروفيل تو لوبس. عشان كده لما بنيجي ندور على النيوتروفيل احنا بنحاول نخلي النيوتروفيل دي 3 لوبس 4 لوبس عشان ما تختلفوش عليها. اذا انا لو لقيت النيوكلياي بتاعتي 2 وعاملين زي النضاره كده يبقى دي على طول ايزينوفيل. بعد كده اهوت لو لقيتها بقى، شايفين ادي اللون اللي انا بقول عليه اتغير لون الخلفيه بتاعتي، ماشي، بس كلها دواير تمام، حتى باين خالص ان الدايره دي اي بهته من النص وبره دي كلها ار بي سي مفيش عليها كلام. طيب بصيت لقيت في النص فيه واحده مختلفه واكبر منهم شويه، ببص لقيت كلها عباره عن دايره زرقاء، كلها عباره عن دايره زرقاء حواليها ريم اوف سيتوبلازم بالبلو فاتح خفيف قوي، بيل بلو سيتوبلازم وفاتح قوي وكلها دايره واحده، وراجعت تاني مش متفصصه، لا هي فصين ولا هي 3 ولا هي 4. يبقى في الحاله دي والله ما انا يعني فعلا الكومنتس بيجي لي ان هم فعلا احنا فعلا بنبعد عن الايزينوفيل علشان ما تتلخبطوش. اولا الايزينوفيل صعبه جدا في يعني بنبقى محتاجين واحد متاخد البلاد فيلم العينه متاخده من حد مثلا عنده اليرجي، حد عنده كده، عشان الاقي الايزينوفيل فيها يبقى واضحه وكبيره. فاحنا بنحاول عشان ما تتلخبطوش يا اما نظبطها بليمفوسايت يا اما بنيوتروفيل علشان ما يحصلش لخبطه، بس برضو نبقى حاطين في دماغنا ان ممكن الاقيها تو لوبس وشكل النضاره كده يبقى اكتب ايزينوفيل مش مشكله. يبقى دلوقتي نراجع تاني على البلاد فيلم. البلاد فيلم قلنا الخلفيه بتاعتي دواير اهي بالمنظر ده، ادقق في النص هلاقي فيه واحده مختلفه عن الدواير، ابص فيها كويس والله لو هي دايره واحده وزرقاء يبقى على طول اكتب لينفوسايت، مش اكتب اعرف ان دي لينفوسايت واحده ثانيه ومتبططه اكتر من لوب اهو كتير يبقى دي نيوتروفيل. لقيتها 2 بس يبقى دوت ايزينوفيل. تمام يا شباب، طب جينا بقى في الورقه بتاعتي اكتب ايه؟ طبعا اللي بيكتب لينفوسايت بيستعجل ده ويروح كاتب لينفوسايت نيوتروفيل، ده ناقص نص الدرجه، نص الدرجه ليه؟ لان انا لازم اكتب بلاد ستيند وبليشمان ستين لان دي سبيشال ستين، فبالتالي لازم اكتبها خلاص شوينج ار بي سي لان دي حاجه انا شايفاها تمام، زائد الحاجه بقى اللي قدامي. كل حاجه من دول يا شباب عليها درجه. اذا انا حتى لو واحد لا قدر الله ما قدرش يتعرف على الشريحه وعرف ان دي بلاد فيلم ليه ما ياخدش الدرجه؟ ليه يقوم كاتب نيوتروفيل ولا ايزينوفيل وتروح عليه وهي غلط؟ لا اكتب بلاد ستين، ادي خدت درجه، الستين بتاعي ليش من ستين خدت الدرجه. هتكتب كل ده الثلاثه دول هينكتبوا والوقت هيكون كفايه وما نقلقش خالص والله كل ده بنلحق نكتبه، لان الشرايح انتوا يعني انا هقول لكم ايه في اقل من ثواني بتكونوا عارفينها وكاتبينها. خلاص كده يبقى الهاي باور زي ما اتفقنا هم ثلاثه، هم ثلاثه ما لهمش ربع، الثلاثه يا اما شكل البصله يا اما فراغ ابيض وحواليها كبسول يبقى تي ام المصل سبندل يا اما البلاد فيلم، يبقى بالتالي ما حدش يتلخبط ابدا في شريحه الهاي باور. ندخل بعد كده على اللو باور. اللو باور قسمناهم حسب السبيشالستين الى تقسيمتين كبار. ليه قسمناهم التقسيمه دي؟ قسمناهم التقسيمه دي لان احنا عندنا السبيشالستين ما فيش عندنا حاجتين مسبوغين بالسيلفر، ما فيش عندي شريحتين مسبوغين بالسيلفر هي حاجه واحده، ما عنديش شريحتين مثلا مسبوغين بالاوزميك اسيد هي شريحه واحده. فبالتالي قلنا خلاص نحط الكالرد سلايد كلها في جروب لوحدها، وبعد كده نحط الاتش اند اي في جروب لوحدها. ليه الكالرد سلايدز؟ الكالرد سلايدز لان انا من لونها خلاص لونها معرفها. لو انا هي صفرة شايفين ازاي؟ لو انا السلايد في ايديا ماسكها وبصيت تحت الميكروسكوب كده قبل حتى ما ابص على شكلها لقيت ابص على حاجه صفرة يبقى دي على طول لجامنتا ميوكي، وانا مغمض ومن قبل ما اشوف ومن قبل اي حاجه خالص دي لجامنتا ميوكي. ايه المطلوب ان احنا نكتبه؟ مطلوب نكتب لجامنتا ميوكي وبين قوسين اسم الستين، ومحدش ينساها انا بتكلم في كالرد سلايدز. كالرد سلايدز يبقى معناها ايه؟ معناها سبيشال ستين، معناها سبيشال ستين لازم تتكتب. يبقى بالتالي لجامنتا ميوكي مسبوغه بالفان جيسون ستين. طيب لو لقيت اللون بتاعي بيج، هي عباره عن لونها بيج ومش مسبوغه، مش قادره اقول ان في لون محدد، يبقى دي على طول جراوند بون اللي احنا بنقول عليها ان ستيند. طب لقيتها سودا يبقى دي نيرف ترانك.
لقيتها بني، دي سباينال جانجليا سيلفر. ولو تلاحظوا احنا كاتبينها اهو من قبل ما ابص على السلايدز، يعني انا كاتباها اهي من قبل ما ابص على السلايدز، صفرة لجامنتا ميوبي بين جراوند بون، سودا يبقى نيرف ترانك بالاوزميك اسيد، بني يبقى سباينال جانجليا قبل ما ابص على اي حاجه. طب ابص بقى، ابص ليه؟ تو كونفيرم، جاست تو كونفيرم. اهي ادي صفرة، صفرة غالبا السلايدز اللي عندنا يا اما بتبقى واخده شبه اللب كده اتنين مع بعض بالمنظر ده، يا اما ان هي في سلايد عندنا بقى بدل ما تكون واخده اللب ده عباره عن شريطين كده فوق بعض، يعني شريط مستطيل وبينه فراغ والشريط التاني تحتيه مستطيل قده بالظبط. في سلايدز كده بس يمكن دي ما اتصورتش، بس في سلايد نازله عندنا بالمنظر ده. يبقى دي على طول اهي صفرة، بصيت تحت الميكروسكوب ده اللي انا هشوفه اصفر، مش عايزه ابص ومش عايزه خلاص، طالما لقيتها صفرة يبقى على طول لجامنتا منيوكي بين قوسين ده بيسول ستيت. تمام، بعد كده اهوت لقيتها بون بيج، شايفين شكلها على السلايدز عامل ازاي؟ ده المنظر بتاعها على السلايد، ده المنظر بتاعها على السلايد من بره. من جوه ببص عليها، ببص على الهايفيرجن سيستمز وبتبان لي عباره عن نقط سوداء بالمنظر ده، والمفروض الكانليكيولاي ده الشرح بقى بتاع السكشن. طبعا الكلام ده انا اول ما هشوفها بالمنظر ده هو على السلايد من بره هكتب جراوند بون انستين، جراوند بون unstained. طيب بعد كده اهوت الشريحه الثالثه عندي، شايفين شكلها على السلايدز بتكون عباره عن دايره صغيره لونها اسود، دايره لونها اسود. هبص تحت الميكروسكوب، الكارت ده ملقوط من تحت الميكروسكوب، الشريحه اهيت، ادي الشريحه اهي، شريحه اهي بيبقى لونها اسود. وعلى فكره هي بس هيزي شويه، هي الصوره دي هيزي، لكن انا لو دققت فيها كويس قوي هلاقي كل، شايفين الحتت دي؟ الحتت دي كلها لو دققت فيها هلاقيها عباره عن دوائر صغيره قوي، دوائر صغيره متفرغه، كل دايره ليها فيها خرم كده ابيض، دايره صغيره بيضه مخرومه خرم ابيض، لان هنا انا بصف المايلين شيز بس هو اللي بيتسبب وكل حاجه ثانيه بتروح، فبالتالي بلاقي دوائر سودا جنب بعضها. طيب يبقى سودا على طول نكتب ايه؟ نكتب نيرف ترانك اوزميك اسيد، لقيتها بني اهي، السلايدز من بره لونها بني، لونها بني من بره على السلايدز، بصيت جوه لقيت لون بني، لقيت لون بني، على طول اكتب سباينال جانجليا. هنا بقى بقعد افكر هي سباينال ولا سيمباتيك، واقعد ادور واعمل بقى ديفرنشال دايجنوزز ليه؟ انا ما عنديش مسبوق بالسيلفر غير هي السباينال، تبقى دي اكيد سباينال، تبقى هي استبغه واضحه. عايزين ناخد وقت طويل لان الكالرد سلايدز او اللي هي واخده سبيشال ستيت دي معرفه نفسها، معرفه نفسها. نيجي بقى للهيماتوكسين اند يوسين سلايدز، الاتش اند اي سلايدز دي بدانا نقسمها، والله في حاجات على السلايد من بره بيكون دايره وليها اليومن، يعني ايه اليومن؟ يعني بلاقي فيه فراغ ابيض في النص مخرومه من النص، الدايره دي ليها خرم في النص. تمام، يا اما دايره ثانيه كلها لونها احمر، كلها لونها احمر. تمام، يا اما ستريب لايك، يعني ايه ستريب لايك؟ يعني شكل شريط، شكل مفروده، مفروده على السلايد بالطول، اتفقنا؟ طيب الجلاسز شبه النضاره، ودي مشهوره قوي عندنا، الشريحه النضاره دي مشهوره قوي عندنا، ليه حطيناها لوحدها؟ لان اول ما هقول نضاره يبقى لازم اسال نفسي سؤال هنعرفه لما نجي لها. بعد كده هو اذرز، والاذرز دي سهله خالص لان كل واحده ليها شكل محدد، شكل محدد، لو شكل كذا هتبقى كذا، لو شكل كذا هتبقى كذا، فما بقاش فيه مشكله. دول اللي انا هدخل فيهم في ديفرنشال دايجنوزز، دول اللي انا هدخل فيهم ديفرنشال دايجنوزز، لان انا عندي اكتر من سلايد مدوره وليها اليومن، اكتر من سلايد كلها دايره حمراء، اكتر من سلايد ستريب ستريب، لكن الاذرز دول كل واحده شكلها محدد. بعد كده اهوت على السيركل ويت اليومن، اول ما ادخل الاقيها دايره ليها خرم في النص، ما عنديش غير ثلاثه. البازلر ارتري، وده يعني حاطينه على استحياء كمان. الاورطه الكومباكت، ليه على استحياء؟ لان البازلر ارتري اساسا صغير جدا، فالبازلر ارتري لما اجي ابص عليه من بره شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين شكل الدايره؟ فيري فيري ثين وول من بره، فيري فيري ثين وول، ده احنا بنقول لوك لايك افين، ومش شبه الارتري، فبالتالي شكله على السلايدز من بره صغير خالص اهوت، بس دايره ومخرومه من النص، واظن واضح جدا انها مخرومه من النص. طب ابص تحت الميكروسكوب،
ادور على ايه؟ ادور على الزجزاج لاين. شايفين الزجزاج لاين ده؟ طبعا الصوره تحت الميكروسكوب والله اوضح من الصوره عشان ما يحصلش قلق. بلاقي زجزاج لاين زي ما اكون جبت القلم الاحمر كده وعملت خططت زجزاج لاين كده حوالين الهيومن ده اللي هو الانترنال الاستيك لامينا. بنقول عليها فيري بروميننت انترنال الاستيك لامينا، فيري بروميننت انترنال الاستيك لامينا. يبقى ده على طول البازيلر ارتري اهو، لي وول وليه جوه ليومن، ليومن حطيناهم تبع الشرايح اللي فيها دايره فيها ليومن خلاص. من بره فيري ثين وول، جوه بصيت لقيت فيه انترنال الاستيك لامينا واضحه جدا زجزاج لاين، يبقى ده بازيلر على طول. طيب بعد كده بقى امال المشكله فين؟ المشكله في الدايره المخرومه اللي من بره دي. الدايره المخرومه من بره دي دايره مخرومه ودي دايره مخرومه. يبقى في الحاله دي انا في دماغي اثنين ما لهمش ثالث، يا اما الاورطه يا اما الكومباكت بون دي كالسيفاي. طب ابص على ايه؟ اولا الاثنين اهم تحت الميكروسكوب، واحده هتبقى عباره عن الميديا دي عباره عن زي موج البحر، الاستيك لامينا عامله زي الممبرينز ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، فبالتالي خلاص. والنص فاضي، الباب فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص، لكن الكومباكت بون دي كالسيفايد بلاقي من جوه بون مارو. وبالمناسبه بقى يعني انا مش لاقيه شريحه بون مارو الحقيقه، فيمكن دي نبص عليها على البون مارو. البون مارو هو نفس الشكل ده اللي هو عباره عن فات فراغات بيضه كتير قوي، فراغات بيضه كتير جدا، ما عنديش اي حاجه فيها فراغات بيضه بالمنظر ده خالص، فراغات بيضه كتير لوحدها. اتاكد ان مفيش معاها بون، مفيش معاها بون، يبقى هقول عليه بون مارو. معاها بون ودايره اهو، ادي كده البون، ادي الوول بتاعه، ادي الوول بتاعه هنا، يبقى دوت على طول كومباكت بون ديكالسيفايد. يبقى جاست وان لوك في بون مارو بقت على طول كومباكت بون ديكالسيفايد، مفيش وفي النص وعامله زي موج البحر تبقى دي على طول اورطه. وبالمناسبه الاثنين الجدار بتاعهم ثيك غير خالص بتاع الوول بتاع الايه؟ البازيلر ارتري. يبقى كده ادي الجروب الاولانيه خلصت اللي هي السيركل وذا وذ ليومن، الدايره اللي فيها خرم ابيض في النص. يبقى انا مجرد دخلت لو باور ببص على السلايد لقيتها دايره ومخرومه، هم ثلاثه على طول، هم ثلاثه. لو الدايره دي صغيره بازلر ادور على انترنال الاستيك لامينا، الموضوع ده كله ما بياخدش منه ثواني، الموضوع ده ما بياخدش خالص ثواني، في ثانيه هتكون متعرف على السلايد. طيب نيجي بقى للسيركل وذاوت ليومن، الدايره كلها لونها احمر على السلايد، دايره حمراء، دايره حمراء. طبعا يعني انا حاطه الامبلايكال كورد، وان كان الامبلايكال كورد ده شكله معروف، شكله معروف لوحده، بس دايره حمراء على السلايد. ابص كده عشان يعني ببص شويه على بال ما الاقي اللي هو السمايلي فيس ده. عندي الامبلايكال كورد، التي اس سكليتال ماسل، النيرف ترانك، الليمف نود، الخمسه دول عباره عن دايره حمراء على السلايد، دايره حمراء على السلايد. الناس يا جماعه اللي بيقولوا نشوفها ازاي ومن تحت ومن بره على من بره هنشوفها ازاي واحنا اصلا نوت الاود ان احنا نطلعها بره ونبص عليها في الضوء. انا مش عارفه والله، يا في ناس بيخبوا النور. كان الدكتور جمال بيتضايق جدا من حركه تخبيط. دكتور احمد متفاهم جدا وعارف ان السلايدز بيبقى ليها شكل فيكسد، شكلها بيحكم عليها كده، والكتب الكبيره بتقول لنا ان الاي دي سي بتنبط على شكل العينه بتاعتي من بره، يعني ده مش غلط، هو مش هيقول حاجه على تغطيه النور، بس لو كان الدكتور جمال واقف بيتضايق جدا جدا من الحركه دي. كان في طريقه ثانيه لان انا اشوفها وبتبقى واضحه جدا، نحرك العدسه شويه ونحطها على الضوء نفسه بتاع الميكروسكوب هتبان كويس قوي والله، او نطلعها نزحزحها لبره، نزحزح الشريحه، انا قلاوي ان انا احركها باتجاه. طب طلع بره على الستيج كده لغايه لما تطلع ناحيه الضوء شويه، تبقى يا دوب راكن منها بناحيه على الستيج، والناحيه الثانيه الشريحه كلها بره، يبقى انت كده مطلعها على الضوء شايفها. بلاش ان احنا نطلعها كده بايدينا، بنرفعها لغايه ايه؟ لغايه فوق عشان نشوفها في النور. الموضوع سهل ومش عايز قلق خالص، وهتعرفوه كلكم. طيب اتفقنا انهم خمسه، هاجي على اول واحده والله هي دايره، وبص فيها كده لقيت السمايلي فيس، لقيت السمايلي فيس with two arteries and one vein، يبقى دي على طول الامبلايكال كورد. تحت الميكروسكوب الدوائر دي هتبقى باينه اهو، دوائر باينه. طبعا هو مش جايبها لي عشان اشوف الدوائر، يعني لو علميا انا عايزه اشوف الحته دي، انا عايزه اشوف الكونكتيف تيشو ده واشوف نوع، بس احنا في الامتحان وعايزين نتعرف على السلايدز. احنا طبعا شفنا واساسا احنا عارفين الكلام ده كله،
فبالتالي انا عايزه اعرف السلايد يبقى على طول السمايلي فيس دي على طول ايه؟ على طول امبلايكال كورد. طيب بعد كده اهوت عندي الشريحه الثانيه اهي بره السلايد، احنا جايبينها خلاص احنا مش عارفين دي ايه، بس عارفين انها بره السلايد دايره حمراء كبيره اهي، دايره حمراء دماغي خمسه بتوع الدايره الحمراء. طيب ابص كده تحت الميكروسكوب شايفين المنظر ده اتحتتت حتت حتت جنب بعضها. طيب صوت كده واضح يا شباب؟ انا والله مش بحرك المايك اصلا، فجايز يكون ده مشكله مثلا. كده واضح؟ بس ممكن يعني لو عرفت بحاول اعلي صوتي شويه عشان الناس اللي مش سامعه ممكن تسمع. ادي كده متحتته طبعا، هي الصوره دي برضو يعني قوي والله تحت الميكروسكوب اوضح. عيني فين؟ عيني بصوا معايا يا شباب وندقق شويه كده. الله يخليكم، شايفين الحته دي؟ شايفين النقطه اللي عندها السقم دي؟ دي فلاتند نيوكلياي اهي، فلات نيوكلياي. اتفقنا يا شباب؟ طالما شفت فلاتند نيوكلياي وبريفرال بالمنظر ده ومتحتته ودايره على السلايد من بره، في اس سكليتال ماسل ملهاش تاني. يبقى خلاص كده يا شباب دي تي اس السكليتال ماسل، الشريحه اللي وراها. طيب لقيتها دايره اهمت دايره، بصيت جوه الميكروسكوب شايفين المنظر ده؟ طبعا برضو هي مش باينه قوي، بس لو دققنا كويس قوي هنلاقيها كل دي عباره عن دواير دواير دواير، في نصها ابيض، دايره وقلبها ابيض من النص، دايره وقلبها ابيض من النص. يبقى دي على طول نيرف ترانك. تمام، يبقى دي على طول نيرف ترانك. مش بالضرورة تجينا كده أكتر من واحدة على فكرة، يعني ممكن تيجي واحدة بس أو اتنين، ماشي؟ المهم إن هي حمراء. طبعا أنا حاطة الخمسة على فكرة، يعني هو أنتوا لو عقلانيا كده الخمسة دول باي اكسكلوجن هتجيبها، باي اكسكلوجن هتجيبها، لا هي امبلايكال كورد ولا هي تي اس انسكليتال ماسل ولا هي هي خلاص ما تنفعش غير نيرف ترانك. تمام، بس برضو بنشوف نبص عليها تحت الميكروسكوب عشان نبقى متاكدين. طيب بعد كده هو الليمف نود من الشرايح السهل قوي، شايفين عامله زي حبايه على السلايد من بره، عامله زي حبايه او كدني شيب، يعني حتى لو مش واخده شكل الكدني شويه بس حبايه الفول باينه خالص. طب ابص ازاي؟ اهو الكبسول على فكره اللي هو الطرف البراني ده للناس اللي كانت بتسال. ابص في الحاله دي انا الكي بتاعي من هنا بره، الخط اللي بره ده، الخط اللي بره ده هو ده ال عيني عليه. اول ما الاقيها كده عيني عليه هبص تحتيها الاقي ايه تحتها؟ الاقي تحتها في كور زرقاء اهو، شايفين كور زرقاء تحت الكبسول. كور زرقاء تحت الكبسول يا شباب، يبقى دي على طول لمف نود، على طول لمف نود. اتاكد ازاي؟ شايفين حتى قلبها من جوه فاتح، لان عمر ما الاقي الكور دي تدخل جوه، الكور مترصصه اندر ذا كبسول، اندر ذا كبسول، جوه ما الاقيش خالص في لمفاتك نوديولز ابدا، تبقى جوه خالص تحت الكبسول. طيب شريحة الليمف نودز سهلة خالص وما حدش بيتلخبط فيها. بعد كده هوت عندي المودريتور باند، المودريتور باند دي بقى اللي فيها لخبطة. ليه فيها لخبطة المودريتور باند؟ أولا السكشن الدايرة دي صغيرة قوي على السلايد، عليها نقطة على الشريحة، نقطة على الشريحة. عارفين كده الدايرة برضو بتاعت النيرف ترانك أحيانا بتكون صغيرة قوي على السلايد من بره. طيب أبص جوه اولا يعني دي كمان دي متكبره علشان نحاول نجيب اللي هي البركنجي فايبرز، لكن يعني لو هي الشريحه صغيره كده اول ما هبص تحت الميكروسكوب هلاقي الدايره دي كلها باينه تحت الميكروسكوب، يعني انا العدسه بتاعتي الاقي شايفه كله واضح تحت الميكروسكوب، ده دليل على انها صغيره. نيجي اللي قبلك بقى بيكون محركها، تيجي انت داخل ما تعرفش تظبطها تحت السلايدز، ما تعرفش تظبطها تحت السلايدز. طيب نعمل ايه؟ اولا بجيب انا لو
لما اعتبرنا ان ده المتوسط اللي عندي، احاول اسطر الدايره دي يبقى تحتها تحت بالظبط، واجي ابص في العدسه هلاقيها باينه على طول، هلاقيها باينه خلاص. طيب ابص جوه على ايه؟ ابص ادور هلاقي في سوري مفصل، مفصل متقطعه اهي ماشي، هلاقي في حته باهته في النص، في حته باهته، الحته الباهته دي ادقق فيها كويس قوي، هلاقي فيها شايفين العلامه دي، شايفين دي حته دي واضحه قوي اللي هي علامه الواي دي، اللي احنا بنقول علامه المرسيدس، علامه المرسيدس، علامه المرسيدس دي اول ما اشوفها يبقى دي على طول وانا مطمنه دي مودريتور باند. مودريتور باند اتاكد منين؟ اتاكد ان هو ابص على المصل اللي جنبها، احنا بننبه والله على انهم ما يحركوش السلايدز من مكانها، بس دي لو باور، انت تتحكم فيها زي ما انت عايز، فانا مش هقف اقول له ما تحركهاش، واحد عايز يشوفها مش هنقول له لا، فانت تبقى عارف انها لو عصلجت معاك وما بقتش باينه قوي بص كده عليها، هتلاقي الدايره صغيره قوي، جيب الدايره دي حطها تحت الضوء، الضوء بتاع الميكروسكوب هو الستيج كده، الستيج بيبقى فيه دايره طالع منها الضوء، احاول اخلي اظبط دي على الدايره، واجي ابص من العدسه بتاعتي هشوفها، ما تقلقوش من الموضوع ده. ولو في واقف جنبك دكتور ممكن مش وش كده، يا دكتور لو سمحت تعالى ظبطها لي، هيظبطها لك، هو مش هيقول حاجه. طيب نيجي بعد كده اهوت، طبعا بصيت جوه لقيت في حته باهته دققت فيها كويس علامه المرسيدس اهي، يبقى ديت معناها ايه؟ معناها على طول مودريتور باند. طيب بعد كده اهوت عندي كده احنا خلصنا السلايدز اللي هي الدايره اللي هي مش مخرومه، الدايره اللي كلها احمر، اعتقد كده لغايه كده احنا ماشيين كويس. طيب الصوت يا شباب، في ناس بتبعت لي ان في صوت واضح جدا، وفي ناس بتبعت ان واضح، فانا مش عارفه دي، انا ما بحركش المايك خالص، فممكن يكون المشكله فرديه، مش عارفه بقى الناس القائمين يعني فريق العمل ممكن يشوف لنا حكايه الصوت ده. طب يعني متابعين ولا الصوت عامل ازمه؟ يعني الصوت، الصوت يا شباب طب عامل ازمه قوي يعني، متابعين ولا يعني قادرين تتابعوا؟ حتى ان شاء الله حتى نتفرج حتى على الصور، مش ضروري الشرح انتوا عارفينه يعني. طب احنا هنكمل كده كده عموما، وربنا بقى يسهل، ربنا يسهل، يمكن تكون بتتسجل والصوت فيها كويس نقدر نشوفها تاني. نيجي بعد كده على الستريب لايك. الستريب لايك دي اللي هي خط على السلايد، بصيت عليها من بره لقيتها خط، بصيت عليها من بره لقيتها خط او مفروده، يبقى دي عندي اربعه، اما ان هي تكون ال اس سكليتال ماسل، اما ان هي هتكون سبلين، وان كان حتى السبلين بيبقى شكله مميز ان هو سبندل شيب، بيبقى عامل زي السبندل ماشي. بعد كده بسات الجانجليا، دي انا شايفه انها جميله جدا من بره، السلايد جميله جدا من بره ماشي، او سباينال جانجليا، وهنا طبعا سباينال جانجليا اكيد طبعا هيماتوكس الانيوسين، مظبوط ولا ايه؟ بعد كده اهوت نبدا نبص بقى، لقيتها مفروده اهي، مفروده يبقى انا في دماغي الاربعه، مفروده يبقى انا في دماغي الاربعه، وعادي ده دي مفروده اهي، ما تنفعش على فكره ولا تبقى سبلين ولا تبقى سمباثيتك جانجليا ولا تبقى سباينال جانجليا، عمرها ما هتيجي بالعرض ده ماشي، بس احنا هنعتبر ان في شرايح ثانيه سكليتال ماسل متاخد رفيعه ماشي. خلي بالنا يا دكاتره من الشباب، يا شباب لو سمحتوا من السلايد دي، انا بنبه عليها مره واحده، السلايد دي موجوده عندنا سلايد واحده بس في الاسم ماشي. السلايد دي على فكره لو جينا نبص هنلاحظ كده ان عليها حاجتين، شايفين ادي واحد ادي اتنين، لو بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي دي منظر ودي منظر تاني، دي بنقول عليها كومباوند سلايد. كومباوند سلايد يعني ايه كومباوند سلايد؟ يعني عليها تو سيكشنز، حاجتين مختلفتين، لو بصيت على دي تحت الميكروسكوب هلاقيها ال اس يعني ايه ال اس سكليتال ماسل؟ يعني هلاقيها عامله بالمنظر ده، هلاقيها كلها ماشيه في اتجاه واحد متوازي، شايفين بارلل، كلهم بارلل تو ايتش اذر، بارلل تو ايتش اذر تمام؟ غير كده انها بارلل اذر يعني زي يعني مسكنا القلم الازرق وقعدنا طول ما احنا ماشيين عمالين نعمل شطه 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 وده فلاتن
flattened peripheral وطبعا بالمنظر ده مالتي نيوكليتد على طول تبقى سكليتال ماسل ال اس سكليتال ماسل ال اس ماشي. زي ما يبدا نقول ام الميديم سايز ارتري اند فين كومباوند سلايد الميديم سايز ارتري اند فين بحكم الاناتومي بتاع الاثنين جنب بعض فانا بقطع لازم اقطعهم الاثنين مع بعض على فكره يعني بحكم لكن السلايد دي كومباوند سلايد ليه؟ لان بتاخد محطوط لي ال اس سكليتال ماسل ومعاها تي اس سكليتال ماسل. تي اس دي تحت الميكروسكوب لو شفناها هنلاقيها المصل المتحتته اللي هي ليها الفرطه اللي هي مدوره ما هي ما هي اللي هي كده هي اللي هي بارلل بارلل ورا بعضها ورا بعضها وليها الشورت بتاعت النيوكليول دي المنظر مختلف تماما عشان كده بنقول كومباوند سلايد. ناخد بالنا والله لو انت خدت بالك من الحته دي اكتب الاثنين اكتب الاثنين واحنا عارفين ان فعلا فيها تي اس وفيها ال اس متاكد ما تكتبهاش لان هي سلايد واحده وقد تكون مكتوبه في الكي ماشي. طيب بعد كده اهوت نيجي على السبلين. السبلين من الشرايح الرائعه الرائعه السلايد من بره اولا بلاقيها سبيندل تيب اهو جوه بقى لو بصيت هلاقيها منقطه كلها عباره عن نقط زرقاء نقط زرقاء النقط دي مش واخده ترتيب محدد يعني ما هياش مثلا مربوطه تحت الكبسول وفي النص لا فاتح ما فيش كور لا ده واخده كل الايه كل السلايد السلايد كلها عباره عن نقط نقط زرقاء السلايد كلها عباره عن منقطه تمام. دي شريحه فعلا يا شباب فعلا شبهها انا شفتها فعلا الشريحه دي قد ممكن تكون جديده بس خد بالكم بتاعه الثايمس عباره عن دواير كل لو دققت في دايره واحده هتلاقي الدايره الظروف بتاعها ازرق وقلبها ابيض فاتح وقلبها فاتح لكن دي لا دي الدايره كلها زرقاء دواير زرقاء دواير زرقاء متفرقه عشوائي على السلايد. دواير زرقاء متفرقه على سلايد. في ناس بتسال على اللي هو الكومباوند سلايد الكومباوند سلايد اللي هي التي اس والال اس. والله على مدار السنين اللي فاتت كانت حتى الطلبه بيتلخبطوا وكنا بنمشيها اللي بيكتب ال اس بياخد الدرجه واللي بيكتب بياخد الدرجه. لو نبهوا عليكم في السكشن خلوا بالكم في التاريخ عندكم كومباوند يا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي. على طول هي انت احنا ما عندناش كومباوند تاني خالص الارض باين باجي تحتيها بلاقيه في دايرتين دايره بيضاوي دايره مدوره بعرف لكن ال ال اس الوحيده اللي عندنا كومباوند الوحيده ما فيهاش مشكله. بعد كده دي شريحه ثانيه للسبلين اهي نقط زرقاء نقط زرقاء ولما نيجي على شريحه الثايمس هفرقها لكم على فكره عنها ما نخافش الاثنين مختلفين تماما. طب ابص تحت الميكروسكوب والله دي الميكروسكوب يعني فيها لخبطه بس اتاكد منين؟ اجي تحت الميكروسكوب ادور على اي دايره زرقاء يعني ابص على دايره زرقاء واحده بس ما شتتش نفسي واحده بس واجي ابص على طرفها كده هلاقي الدايره كلها زرقاء واجي على طرف هلاقي نقطه حمراء نقطه حمراء ده سنترال في اي حته ثانيه غير في السبرين سنترال از الان مارك لشريحه السبرين ده على طول سبلين ما عنديش حاجه تانية فيه فوليكل وفيها سنترال ارتريول خالص اتفقنا. طيب بعد كده اهوت بعد شريحه السبلين سمباثيك جانجليا السمباثيك جانجليا الشرايح اللي عندنا بالمنظر ده هنلاقيها زي خطين طوال كده على الايه على السلايد خطين بالطول اهي طبعا هي دي اللي طبعا اللي واضحه جدا ان هي خطين كده بالطول. طب ابص تحت الميكروسكوب اشوف ايه؟ تحت الميكروسكوب بقى شايفين؟ بلاقي فيه نيوكلياي دي، شايفين النيوكلياي دي؟ دي النيوكلياي. النيوكلياي دي يا شباب ليها صفتين. اولا انا حاسه ان كلها قد بعضها. كلها قد بعضها، بنقول عليها يونيفورم ان سايز. بنقول عليها يونيفورم ان سايز. دي اول حاجه. طيب، تاني حاجه بقى تاني حاجه انها يونيفورم ان سايز متوزعه عشوائي على السلايد يعني مفيش حبه اقدر اقول عليهم متكتلين كده وعاملين جروب مفيش ناس كده واقفين صف ورا بعضه خالص مفيش نيوكلياي لا واقفه جروب ولا واقفه ايه
صفوا على بعضها، وكل السلايدز عشوائي انا شايفاها ومش قادره اقول انها واقفه في تكتلات، وكلها يونيفورم ان سايز، يبقى على طول سيمباثيتك جانجليا، سيمباثيتك جانجليا. طيب بعد كده اهوت شايفين الفرق، شايفين الفرق، نفس النيوكلياي بس في نيوكلياي صغيره ونيوكلياي ميديم سايز ونيوكلياي كبيره، شايفين المنظر يعني ما اقدر كلهم قد بعض. ثانيا شايف التكتل ده، متكتلين متكتلين، ادي جروب اهو وادي صف اهو ماشي ورا بعضه، صف ماشي ورا بعضه لدرجه ان في فواصل فواصل فاضيه خالص ما فيهاش نيوكلياي، يبقى دي على طول سباينال جانجليا مش اند اي، يبقى دي على طول سباينال جانجليا. طيب كده خلصنا السلايدز اللي هي ستريب على الميكروسكوب، ستريب على سوري على الشريحه من بره، دي عباره عن خط واحد. طيب تعالوا بقى بعد كده ندخل في الجلاب، النظاره، شكل النظاره ده باين قوي، وقلنا دي ما عندناش غير حاجتين، اما ريد جلاسز اما بلو جلاسز. يعني ايه ريد جلاسز ويعني ايه بلو جلاسز؟ يعني فيها دايرتين، فيها دواير كده، ابص على الدايره دي لو الدايرتين دول حمر، لو الدايرتين دول حمر يبقى ديت على طول ايه؟ على طول بول، على ما احمر يبقى بول، ازرق يبقى كارتل، ازرق يبقى كارتل، الدايرتين دول زرق، الدايرتين دول زرق. طبعا احنا عارفين شكل النضاره دي منين طبعا، لان انا بقطع من عند الكوستال كارتلج من عند الريبس كده، فباجي بقطع يا اما من بره من عند الكارتلج من بره، خلاص دخلت في كارتلج، دخلت جوه على الريب وقطعت في الريب نفسه، الاثنين اثنين ورا بعض تو ريبس كده ورا بعض، فبقطعهم وبينهم المصل، فبيطلع لي شكل الايه؟ شكل النضاره. ما علينا من كل الكلام ده، احنا اتفقنا ادي النضاره، لو لقيناها النضاره الدايرتين دول حمر يبقى دوت على طول بول، ولما يبقى على طول كارتلج، وهي نضاره يبقى على طول لو كارتلج يبقى هاي لاين كارتلج، بكتب هاي لاين كارتلج. طب لو هو حمراء وقلت ان هي بون يبقى بكتب كانسلس بون. طب اشوف دي ازاي واشوف دي ازاي؟ ده كده من بره، ده كده كل ده وانا على السلايد من بره، على السلايد من بره، نضاره حمراء بقت كانسلس بون، نضاره زرقاء بقت هاي لاين كارتلج، جاست وان لوك تحت الميكروسكوب. لو لقيت شايفين الفراغ الابيض ده الخليه جواه، ده بتبقى عليه لاكيوني، الاوضه اللي قاعده فيها الكوندروسايت، الفراغ الابيض ده دي الاوضه اللي قاعده فيها الكوندروسايتس. ولقيت شايفين دول اتنين، شايفين دول كام؟ واحد اتنين تلاته اربعه جوه نفس نفس الاوضه اهي، تمام، والماتريكس بتاعي ازرق، الماتريكس لونه ازرق، يبقى دوت على طول هاي لاين كارتلج. طيب لقينا شايفين بتاعه النضاره الحمراء طلعت لي ازاي؟ طلعت لي فراغات، الفراغات دي جواها نقط زرقاء وحمراء، شايفين المنظر؟ ولقيت بعد كده اهوت البون، البون على فكره المنظر ده مزغلل شويه، لان المفروض النيوكلياي الزرقاء دي بيبقى حواليها يعني فراغ بسيط جدا جدا لونه ابيض، فراغ بسيط لونه ابيض، والنيوكلياي بتاعته باينه، دي الاوستيوسايت، دي الاوستيوسايت انسايد ذير لاكيوني، وعمري ما الاقيهم اثنين او ثلاثه، ده هي واحده بس، يعني يمكن الفراغ الابيض ده باين. مش محتاجين طبعا لكل الكلام ده، يعني انا دخلت لقيتها نضاره حمراء، بصيت جوه لقيت خلاص السبيسز بتاعه البون مارو كافيتيز دي، يبقى وانا مغمض بكتب كانسيلس بون، وانا مغمض بكتب كانسيلس بون. بعد كده اهوت شايفين شكلها، ادي دي ملقوطه تحت الميكروسكوب اهو، شايفين الفراغات السبيسز دي، السبيسز دي، وشايفين ده فئه اهوت الفراغات البيضه بتاعه الفات بتاعه البون مارو، وهنا الماتريكس احمر، الماتريكس احمر، شايفين؟ يبقى على طول دي كانسيلس بون، كانسيلس بون. خلصنا كده موضوع النضاره. طيب هندخل على الاذرز، الاذر سلايدز، ببص على الشريحه بشدها كده، انا عارف انها لو باور، بشدها علشان لسه هشوف هي دايره مخرومه ولا دايره مالهاش كورم ولا هي ستريب، لقيتها شكل البون زي ما جوم جبت عضمايه وحطيتها فردتها على السلايد، شايفين الدايره دي على فكره ده الكفر، الكفر اللي بيبقى على السلايد اللي احنا بنغطي بيه السلايد، شايفين؟ دي الدايره اللي بنغطي بيها السلايدز، وده عباره عن شبه البون، دي شبه البون.
على طول بنقول جروينج بون، على طول بنقول ايه؟ بنقول جروينج بون، نكتب جروينج بون لما نلاقيها شبه البون. في شريحة تانية مش شبه البون كده قوي، بس هي ما تجيش غير بون اهو، يعني هي لما نقرب فيها قوي هنلاقيها شبه العظمايه كده. وحتى الزون اوف اوسيفيكيشنز على فكره بتبقى واضحه من بره، بتبقى باهته كده شويه، باهته شويه. والله صوره البون بتيجي بونه على السلايد، الجروينج بون بتيجي صوره بونه من على السلايد. اقول لكم على حاجه، في سلايدز علشان برضو ما نتلخبطش، في سلايدز عارفين بتاخد ايه؟ بتاخد الحته دي بس، ما بتبقاش طويله كده، ما بتبقاش العظميه الطويله دي بطولها، لا ده بتبقى مثلا لغايه هنا بس، برضو شبه اهي، شبه راس العظميه بالظبط. طيب بعد كده ادي البروينج بون خلاص خلصناها. طبعا تحت الميكروسكوب بنشوف الزونز اوف اوسيفيكيشن، بس انت تحت الميكروسكوب ممكن تيجي تبص على كانسل، تبص على في النص على البون مارو، البون مارو تحت لما حصل اوسيفيكيشن بيبقى كانسلس بون على فكره. فبالتالي انا هبص الاقي فيك عندي اكتر من حاجه، وشبه البون من بره، والله واضحه جدا شبه البون من بره، يبقى على طول جروينج بون. نيجي بقى للاير بينا، دي بنقول عليها الاير بينا، دي بتبقى عامله زي علامه الاستفهام. شايفين واخدين بالكم الازرق اهو؟ على فكره ده سكن، ده سكن عليكم في سنه تانيه، فالستراكشر بتاعه مش هتعرفوه دلوقتي، يعني الاستراكشر بتاعه انا لو قلت لكم ده سكن وتركيبه عامل ازاي مش هتعرفوه، لان هو سنه تانية. انا ليا دعوه بالشريط اللي في النص، شريط ازرق، شريط لونه ازرق، ازرق يعني كارتليج، ازرق يعني كارتليج. عندي ايه في الكارتليج؟ هيلاين كارتليج، وده بيبقى النضاره، او اليلو الاستيك كارتليج اللي هو الاير بينا، يبقى دي على طول اير بينا اهي، واديها على السلايد اهي. يمكن دي على فكره دي متصوره من على سلايد برضو ماشي، بس دي حاجة تانية، دي سيكشن تاني، سيكشن تاني متاخد على السلايد، بس شايفين الشريط الأزرق اللي في النص؟ شريط أزرق ماشي في النص، أدي سكن وأدي سكن وشريط أزرق ماشي في النص. طيب الشريط الأزرق اللي في النص ده يا شباب عيني أسنطروا عليه، شايفين أهو؟ أدي ده السكن اللي كنا بنقول عليه، ده السكن، الاستراكشر بتاعه مش عليكم، ماليش دعوة بيه، وأدي سكن، بس أتأكد إن الناحية دي شبه الناحيه دي بالظبط اهو. ايوه فعلا الاستراكشر ده شبه بالظبط الاستراكشر ده، ما فيهوش اختلاف. طب امال ايه بقى ده؟ الشريط اللي ماشي في النص ولونه ازرق، وشايفين الاوض، الاوض اللاكيوني، الفراغ الابيض اللي قاعده فيها الكوندروسايتس، ما ينفعش غير انها تكون غير كارتليج. شريط ازرق يبقى كارتليج، شريط ازرق يبقى كارتليج. انا معاكم ان في شرايح عندنا لونها باهت شويه، لونها باهت شويه، بس لو دققنا فيه شويه هنلاقي الكوندروسايتس انسايد دير لاكيوني واضحه جدا، واضحه جدا الفراغات البيضاء دي واضحه والله ماشي كده. يبقى دي اللي هي الاير بينا اهي، شريط في النص ازرق، الدوائر بيضاء اهي، دوائر بيضاء، دوائر فيها ابيض علشان دي لاكيوني، دي اوضه ماشي. طيب لقيتها شبه الماوس بقى بتاع الكمبيوتر اهو، ادي الماوس، ماوس وادي السلك بتاع الماوس، ادي السلك بتاع الماوس، يبقى دوت على طول كاردياك ماسل اند فيلف. والسلايدز دي كانت دي متاخده من على السلايد بتاعتنا برضو، متصوره دي ده الكارت بتاع الاسم، فمتصور من شريحه عندنا ماشي. طيب ادي اهي تحت الميكروسكوب، ادي لازم الاقي مثلث، مثلث وطالع منه خط اللي هو الفالف، طالع منه خط، ادي شريحه ثانيه بس برضو مثلث وطالع منه الايه؟ الخط بتاعي. يبقى دي على طول كاردياك ماسل اند فالف. نيجي بقى للميديم سايز، ميديم سايز ارتري وفين، قلنا حاجتين، على حاجتين انا قادر اشوف انهم حاجتين، انهم حاجتين جنب بعض، حاجتين جنب بعض. اجي ابص جاست وان لوك تحت الميكروسكوب هلاقي الحاجتين دول عباره عن دايرتين، دايره منهم مدوره، والدايره الثانيه بيضاوي، والدايره الثانيه بيضاوي. ابص على المدوره الاقي جوه زجزاج لاين، فاكرينه بتاع البازلر ارتري؟ فاكرين الزجزاج لاين بتاع البازلر ارتري؟ هو نفسه هشوفه هنا، هشوفه هنا، فبالتالي في المنظر ده بالظبط هشوفه هنا اهو. يبقى بالتالي ده ميديم سايز ارتري وفين، لان انا لو جيت ادور على الزجزاج لاين هنا مش هشوف، هنا مش هشوف. شريحه الثايمس بقى،
الصيمس الشريحة دي بلاقيها مفصصة، احنا بنقول عليها مفصصة، بنلاقيها مفصصة بالمنظر ده. ادي فص اتنين تلاتة، شايفين في فراغات بيضة، في فراغات بيضة. لو دققنا بقى قوي في الكور، يعني بصوا كده جوه هتلاقوا فيها كور، والله والله باينة من غير الميكروسكوب والله. الناس اللي بتسأل بقى، معلش، الناس اللي بتسأل الكارديك ماسل اند فالف اشوفها ازاي تحت الميكروسكوب. نرجع لشريحة الكارديك ماسل اند فالف. تحت الميكروسكوب بقى بلاقي فاكرين الخطوط اللي هي بتاعة السكليتال ماسل، ال اس سكليتال ماسل، بلاقي في خطوط، بس بلاقي جنب الخطوط دي في حتت، ولاقي خطوط ماشية، ولاقي خطوط مش ماشية مستقيمة كده، لا ده ماشية وبعدين ابص الاقيها اتفرعت، مشيت كده نزلت لتحت، ماشي طلعت لفوق نزلت لتحت، بنقول عليها برانشت. ويمكن احنا شددنا على كلمة برانشت دي جامد قوي، يعني شددنا على موضوع البرانشت ده جامد قوي في السكشن، ان هي ازاي نفرق اذا كان برانشت او لا. هي طبعا يعني انا شايفه ان شكلها بره على السلايدز انف، يعني انكم تعرفوها، بس تحت هلاقيها حاجه شبه السكليتال ماسل كده، بس طبعا النيوكلياي بتاعتها عمرها ما بتبقى فلاتند نيوكلياي، ده بتبقى في النص ودايره، نقطه 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 في النص. طيب نرجع تاني لشريحه الثايموس. شريحه الصيمس مفصصه، لو جيت بصيت على الفص ده، لو رفعت الشريحه دي كده، يعني لو الشريحه دي واضحه، هلاقي عباره عن كور 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 زرقاء، كل كوره من بره من الطرف ازرق غامق والقلب بتاعها فاتح، كل كوره زرقاء من بره وقلبها فاتح، غامق من بره والقلب فاتح، دي على الصيمس اهي، حتى باينه اهي، ادي اهي غامق من بره والقلب بتاعها فاتح، غامق من بره والقلب بتاعها فاتح، وده باينه جدا القلب بتاعها فاتح. نيجي بقى على السلايد، انا عملت حتى جبت لكم اهي السلايد اللي شبه السبلين، في ناس زمايلكم حتى بعتوا لي كومنتس ان فعلا في واحده شبه السبلين في الثايمس. وبكده كده احنا قلنا السبلين عباره عن داي منقطه، منقطه دواير زرقاء، صح؟ طيب دي منقطه اهي، صح ولا لا؟ بس شايفين النقطه عباره عن حاجه فاتحه، عبارة عن دواير قلبها فاتح، وباين خالص ان قلبها فاتح، شايفين المنظر؟ قلبها فاتح. اجي تحت الميكروسكوب الاقي الكورة من بره غامق والقلب فاتح، ومفيش بقى كور 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 جنب بعضها زي بتاعة الايه؟ زي بتاعة السكرين، يبقى دي على طول ثايمس. طبعا عشان انا اقول الهاسلز كورباسلز ونفرقها بيها، هاسلز كورباسلز احنا مش عشان انا واحد داخل امتحان وبقعد هقعد ادور على هاسلز كورباسلز، ماشي يا شباب، لكن بنعتمد على شكلها. التونسل من الشرايح الجميله جدا، بره الميكروسكوب بتبقى عامله زي الاس، حرف الاس اهو، حرف الاس، واللي عمل لي حرف الاس ده على فكره الانفاجينيشن بتاع التونسلر كريبت، شايفين التونسلر كريب داخل لجوه، فمقسمها كده عاملها لي زي حرف الاس. طيب شفت دي، في واحده ثانيه اهي بس برضو شبه حرف الاس، معوجه شويه بس شبه حرف الاس. طيب نيجي بعد كده تحت الميكروسكوب، بريد موف، ده داخل عامل حفره لجوه، بريد موف محفور لغايه جوه، يبقى دي على طول على طول. وبص حوالين كل يعني شايفين الحفره داخله لغايه فين، حواليها في ايه؟ كور زرقاء اهي، ادي كوره زرقاء.